يعني كان في انبهار بالموقف اللي احنا شايفينه قدامنا. حتى بعد كده لما كنا بنيجي التمرين ما كناش نقدر نروح عند الكلاب هاوس ابدا، كنا نمشي كده جنب السور لغايه ما نوصل غرفه التدريب. النادي الاهلي بالنسبه لينا يعني كل ما تقعد فيه تتعلم حاجات كتير، تتعلم من اللي بتسمعه او من اللي بتشوفه كاجراء للمواقف اللي بتحدث. انا ابتديت في الناشئين العب انسايد ليفت، وبعض الحالات كنت بلعب وينج ليفت. دي المركزين اللي كانوا في الناشئين دايما بلعب فيهم. واحنا في الناشئين حضرنا كان مختار تيتشي نتكلم عليه الاول، كان شخصيه جميله جدا، تهاب يعني، انت وانت واقف قدامه كده تهابه، وكان يتكلم بصوت عالي وسريع، وكان بيدينا نصايح على طول. يعني اي قابل اي لعيب ينده له باسمه، كان حافظ الاسماء، ينده له ويقول له انت الماتش اللي فات كذا كذا اعمل. واحنا في الناشئين الكلام ده كله. بالنسبه لعبود باشا كرئيس نادي ما كانش في احتكاك بيه كتير، يعني ما كانش في احتكاك بيه خصوصا واحنا ناشئين، وحتى لما كنا في الفريق الاول ما كانش في احتكاك بيه كتير، لكن كان راجل دينامو بتاع النادي الاهلي. بالنسبه للفتره بتاع الناشئين، النادي الاهلي كان بيملك فرقه قويه جدا، وكان تقريبا بيكسب كل الفرق بدون استثناء، ودي يمكن كان من ضمن عيوب الدوري المصري، واللي ابتدى يتعالج سنه 92، لان كان عباره عن منطقه الجيزه ومنطقه القاهره، اهلي وزمالك وكان ترسانه، كل الثلاث فرق دول بيكسبوا الفرق بالخمسه والعشره بتاع، ما كانش مسابقات فيها حاجه تفيد اللاعب، لكن ما فيش حد مع حاجه معينه الا ان احنا كنا الحمد لله بنكسب ونأدي عروض طيبه جدا. واحنا في الناشئين كان في حاجه جميله جدا بتحدث، ان الدكتور ممتاز كان مثبت فرقتين، فريق الاصفر والفريق الازرق، وكان مثبتهم. كنا بنلعب قبل مباريات الدرجه الاولى، فكانت الجمهور بتتحيز برضك للفرقتين، كل فرقه لها جمهورها، وكانت يعني فكره جميله جدا، وبتدي ثقه للاعب الصغير وتعوده على الجماهير. طلعت في الدرجة الأولى لعبت وينج ليفت على طول، وبعدين ابتدت بقى مع مر الوقت لعبت